أعزائي طلبة وطالبات الصفي، بحييكم كلكم وبقدم لكم وجبة سريعة. أوريك تسمية المركبات الألفاتية الحلقية، طرق تسميتها وأهم مركباتها، سايكل بروبان، سايكل بيوتان، وهنشوف انها مركبات نشطه جدا. طبعا ممكن اقولها بطريقه تانية، ممكن اقول اسم الالكان، وفي النهايه بقول كلمه حلقي لو هتكلم باللغه الايه العربيه. طبعا احنا بالنسبه لنا اول مركبين في الالكانات الحلقيه طبعا القانون الجزيئي بتاعها، بما انها سلسله متجانسه سي ان اتش 2 ان، بيشبه القانون العام للالكينات، ولكن هنا طبعا ايه المفروض المركب حلقي. بنجد الزوايا في البروبان الحلقي 60 درجه، يعني اقل من 109.5، لذلك فهو مركب نشط جدا. وكذلك البيوتان الحلقي الزاويه 90 درجه، ايضا مركب نشط جدا. على هذا الاساس يمكن استخدام خليط من المركبين السايكلوبروبان والسايكلوبيوتان مع الهواء والحصول على غاز شديد الاشتعال او وقود صناعي. اما بالنسبه للبندان الحلقي والهيكسان الحلقي، فالزوايا طبعا اكبر من 109.5، واللي هو حد الاستقرار بالنسبه للمركبات العضويه كما في الالكانات والميسان. بنجد ان هذه المركبات ايه اقل نشاط بكثير طبعا، وبتكون لا تبقى وفي هذه الحاله تستخدم كوقود طبعا كالبروبان الحلقي والبيوتان الحلقي. طبعا انت بالنسبه لك في الالكانات الحلقيه ما عندناش اي تفاعلات ليها، احنا بس كل اللي يهمنا الصيغه الجزيئيه والصيغه البنائيه، وتعرف طبعا انها مركبات مشبعه، يعني جميع روابطها من النوع سيجما القوي. اما بالنسبه للمركبات الغير مشبعه الاروماتيه، او بنسميها ساعات المركبات الراتنجيه، لانها بتشتق من الراتنجات والاصماغ النباتيه والحيوانيه، وكذلك من الفحم الحجري من خلال عمليات التقطير الاتلافي ثم التقطير التجزئي لقطران الفحم زي ما نعرف. المركبات الاروماتيه مركبات حلقيه، كلها حلقيه غير مشبعه. امثله ليها عندك البنزين العطري، عندنا مثلا النفتالين، عندنا الانثراسين وغيرها من المركبات المشهوره المنتشره. اهم حاجه طبعا دي مركبات عطريه ذات روائح مميزه، عشان كده طبعا ايه هي في منها معروف جدا بالنسبه لجميع الطلبه. وطبعا عندنا البنزين العطري، مش هو البنزين المستخدم في قواقود السيارات، البنزين وقود السيارات ده ما هو اللي خليط من هيدروكربونات الفاتيه مشبعه، وطبعا الاسم صحيح ليه خليط الجازولين، لكن احنا بالنسبه لنا البنزين العطري ده مركب واحد سي 6 اتش 6 او حلقه سداسيه، زي طبعا ما نشوف ان العالم كيكولي هو اللي اكتشف الصيغه البنائيه الصحيحه للبنزين، حيث يحتوي الجزيء الواحد في نواته على ثلاث روابط باي تبادليه متحركه وليست ايه ثابته. انتبه فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. احنا يهمنا طبعا البنزين كاول مركب عضوي اروماتي، هو الفرد الاول بالنسبه للمركبات الاروماتيه الغير مشبعه. تحضيره او طرق تحضيره، يهمنا تحضيره في الصناعه وتحضيره في المعمل. تحضيره في الصناعه طبعا بنحضره اول طريقه بالتقطير، من عمليه التقطير الاتلافي للفحم الحجري ثم تقطير تجزيئي لاقطران الفحم الناتج، نحصل على البنزين عند درجة حرارة تتراوح من 8 إلى 82 درجة سليزيوس. في طريقة تانية اللي هي إعادة تشكيل محفزة، بستخدم هنا هيدروكربون ألفاتي مشبع طويل السلسلة، مفتوح السلسلة، بس بشرط أن يكون عدد ذرات الكربون مساوي للبنزين. يعني هستخدم هنا الهكسان C6H14 على أساس إنه بيحتوي على إيه؟ على 6 ذرات كربون مثل البنزين. كل الفكرة إن أنا إيه؟ بقلل الهيدروجين وبعيد تشكيل السلسله وبخليها في صوره حلقه، وطبعا ده عن طريق ضغط وحراره وحافز، وبنحصل من الهكسان العادي على بنزين واربع مولات من الهيدروجين. في عندنا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا طريقه ثانيه اللي هي البلمره الثلاثيه للايصاين C2H2 في وجود انبوبه من النيكل مسخنه لدرجه الاحمرار. ثلاث جزيئات C2H2 بالمرة الثلاثية بيعطي C6H6 بنزين عطري، طبعا طريقة سهلة جدا ومهمة. عندنا في طريقة تانية ممكن اختزال الفينول C6H5OH،
باستخدام عامل مختزل مثل الخرسين، ماشي، في درجة الحرارة مناسبة. الخرسين بينزع الأكسجين من الفينول وبينتج البنزين. ممكن برضو عندنا نحضره من التقطير الجاف. ملح بنزوات الصوديوم. الطريقة دي مشابهة لتحضير الميزان اللي احنا خدناها قبل كده في الكنات، بس طبعا بتتم في وجود الجير الصودي. بنزوات الصوديوم C6H5COONA بلس NaOH سهم علي CaO جير حي، طبعا ده مادة صفارة خفضة لدرجة الانصهار. بالحرارة تقطير جاف بيعطي بنزوات صوديوم وبنزين عطري. طبعا بالنسبة لنا البنزين كخواص مفروض ان هو سائل يتطاير عند درجة حوالي 80 درجة او 180، شفاف، له رائحة مميزة عطرية. بالنسبة لاكتشاف الصيغة البنائية، العالم كيكولي هو اللي اكتشفها من خلال دراسة خاصة استمرت فترة طويلة. وجد ان الروابط الثلاثة باي داخل نواة البنزين لا تستقر عند ذرات كربون بعينها ولكنها متحركة، لذلك يمكن اختصار ثلاث روابط باي في صورة ايه، حلقة او دايرة. طيب بالنسبة عندنا لمجموعة الأرايل او شق الأرايل AR، طبعا احنا عندنا في الالفتية شق الألقايل، في الأرماتية شق أرايل. شق الأرايل ده بيشتق من البنزين بنزع ذرة هيدروجين من البنزين C6H6، يبقى شق الأرايل C6H5 ولكنه مجموعة ذرية لا توجد في حالة انفراد. وعندنا نوعين المطلوب منك في الدراسة، شق الفينايل C6H5 وشق ثنائي الفينايل اللي هو ايه، بناخد شقين من الفينايل ونربطهم معا بربطة من الخارج. طبعا بيختلف تماما عن النفتالين بيكونوا حلقتين ملتصقتين تماما ببعض، لكن شق ثنائي الفينايل بيكونوا مرتبطين من الخارج بربطة أحادية. تابع مع الفيديو وشوف دلوقتي بقى ايه طرق تسمية البنزين تبعا لنظام الايوباك. بس طبعا تسمية مشتقات البنزين بتتوقف على اذا كان احادي الاستبدال او ثنائي الاستبدال او ثلاثي. احادي وثلاثي بالطريقة العادية والابجدية، اما اذا كان ثنائي الاستبدال دي بقى الحالة الخاصة هنستخدم فيها المقاطع ارسو بارا وميتا. وهتشوف هنا ان في مجموعات بتوجه للوضع ميتا زي مجموعة النيترو مثلا، وفي مجموعات بتوجه للوضعين أرسو وبارا معا زي مجموعة الألقايل، زي ذرة الهالوجين، زي مجموعة الهيدروكسيل وغيرها. تابع معايا الفيديو وشوف أهم النقط اللي قدامك والتفاعلات، وهنكمل طبعا حوارنا على تفاعلات البنزين في المرة القادمة. تابعني باستمرار، كان معاك أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الاخر بتمنى ان انت تكونوا استفدتوا ولو ببعض المعلومات على طريقه حل المسائل. حاول تكرر الفيديو كذا مره وتشوف طريقه حل وتجرب نفسك وتحل اسئله من كتاب النماذج. بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. بعد ما تدوس على ارسال وتجيلك النتيجه وتعرف اخطائك، حاول تعيد الامتحان مرة تانية وتشوف النقط اللي وقفت معاك وراجعها. I don't wanna jinx it.
علمنا الله له الحبيب الرواري ليشكله كيف يشاء ليصنع منه السيوف والدروع وعاش متعالم وورد ذكر امره عليه السلام في مدينه القدس سليمان.